علاش حياتنا لحسن الزرقوني واستسمحناه يكونوا معنا؟ لانه الاسبوع الفرطة ومنذ 10 ايام دخل حسن الزرقوني وقرانا قراءته الخاصه في ارتفاع التضخم في شنو اللي لازمنا نعمله، الحلول قراها وقدمها. رده الفعل من بعض التوانسه يقول لك حسن نحترم المعهد الوطني للاستهلاك والمعهد الوطني للاحصاء ونحترموا حضرتك ونحترموا الناس كله، ولكن رانا اللي نشعر به سي حسن على الميدان ماهوش 8.6%، راه ماهوش صحيح. انت المختص حسن الزرقوني طالبين منك التوانسه تفسر لهم علاش كيف يشعر المواطن التونسي يهبط، مش يشعر حتى يحسبها، يقول لك الارتفاع ماهوش نتاع 8.6. يا عايش خويا ما تقولولناش هالمعلومه هذه والا اهبطوا واقضيوا انتم معنا في السوق وشوفوا. يعطيك صحه. شوف تعرف هاك الحكايه نتاع الميتيو يقول لك درجه اليوم مثلا 30 درجه، اما لو غوسونتي الاحساس بالسخانه 45 درجه. صحيح. هكاك في الانفلاسيون في تونس التضخم المالي 8.6%، لكن الاحساس 44%. يا ما احساس بالفعل هذا. الاحساس يوجع حتى ان اي يوجع من حيث يوجع، لكن الفعل هبشوا شوفوا الى تفضل. شوف كلامك صحيح حاتم، لازمنا نقفوا على هذا. هو المشكل كله هو احتساب هالتضخم هذا عند المعهد الوطني للاحصاء البانيه هذا زعما لا ميناجير، شنو في وسطه، شنو اللي نحسبوا عليه باش نعرفوا الارقام كيفاش. اول حاجه لازمها تحين هي بيدا بنفسها، وهذه خدمه كبيره نتاع مهندسين احصائيين، خدمه كبيره معناتها لا ريفيزيون نتاع لانديس دو لا كونسوماسيون، معناتها اللي لازمو معناتها خدمه عظيمه ماتيماتيك وسوسيولوجيك وكل شيء. هذه ما تعملش، فما عباره على كسل من الاي ان اس نعذروهم لانهم عندهم برشا مشاكل من لهم 10 سنين حتى لتو ما تعملش الاي بي سي هذه ما تغيرش. دونك هذا فما مشكله فيه لانه التوانسه بدلوا كيف يصرفوا يصرفوا مثلا احنا نعرفوا احنا عايشين في 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 المدن الكبرى مثلا نراو انه التوانسه يشريوا برشا ولاو ياكلوا برشا لبرا مثلا. هذه عاده بكري ما كانتش موجوده. فما بوكو شوز بدلوا في تونس راهو معناتها هاتف الجوال لي برودوي اللي ياخذهم تنوعوا. دونك اليوم لازم ندخلوا كسكروت عياري في الحكايه، ولازم ندخلوا الملاوي، ولازم ندخلوا الحجر. دونك الوغ كان دخلوا مثلا كسكروت عياري مثلا باش نلقاو طلع برشا سومو. علاش؟ على خاطر العظم طلع ب 23% ولا 24% في عام واحد. معناتها نقصت لنا عظمه، معناتها على حاره نقصت عظمه. هذا اش معناته؟ وفيت شنو اللي صاير؟ هو كونه هالانديس دو دو تاع الكونسوماسيون هذايا لازم يتغير ولازم يواكب وقته. ميتنون نرجعوا للواقع تاع التونسي، اذا التونسي مثلا ناخذوا تونسي عادي يخلص 1000 دينار. ثالث 1000 دينار. 1000 دينار اللي يصرف هو في التونسي، التونسي يصرف قرابه 30% من المصروف نتاعو ماشي للماكله. 28% ببري. ماشي للماكل. ما دونك 300 دينار ماشيين للماكل. 300 دينار هذه سهل. 300 دينار يقول قائل شنو في وسطهم 300 دينار؟ بلاش الحام وحوت يظهر لي. 300 دينار كي نقسموهم على شهر، معناتها بالنهار، نلقاو انه 10 دينارات ماشيه للماكله. 10 دينارات تعرف اش معناتها 10 دينارات. علاش تظهر كاينها ما غلاتش برشا الدنيا 8.6%؟ خاطر فما برشا مواد مدعمه. التونسي يشري برشا مقرونه وكسكسي وكل شيء، يسوم ما طلعش. الحليب هذوما كل ما طلع، قول نصهم، الباقي طلع برشا. يما ال 10 دينارات في النهار معناها ما تعملش شكشوكه يا صاحبي. حديث على زياده ب 5% في الشهري ولربما 7% في الاجر الادنى هكا، هل تحل المشكله؟ يبدو حديثه مش رسمي، خاصه بعد اللقاء نتاع السيد رئيس الجمهوريه البارحه مع الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وايضا سي سمير مجهول لوتيكا. انا رايي مختلف. قول. اول شيء ما يكفيش بكل، مانيشني من نضال نتاع نقابي يعني. انا رئيس شركه دونك معناتها نظر في روحي كي نتكلم هكا تيوريكمون نظريا، لكن لا لازمنا اون دوبل لي سالير في تونس. مش معقول سميك يكون 420 دينار.